السلام عليكم أعزائي الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير اوبريشن ديفيوجن الليكويدز هي المحاضرة الخامسة في جزئها الأول في موضوع الموليكولار ديفيوجن الليكويد فيس. موليكولار ديفيوجن الليكويد فيس وهو أحد أنواع الانتشار الذي يحدث هي عملية انتشار الغاز في سائل أو سائل في سائل، وهذا ما نلاحظه في liquid liquid extraction وهي عملية استخلاص السائل من سائل ثاني، أو gas absorption أو distillation الذي يعتبر من أهم الوحدات في قسم الهندسة الكيميائية اللي راح نتطرق عليه مستقبلا في موضوع الـ unit operation 1، أيضا في oxygenation of river by air and diffusion of salt in blood. كل هذه اليونتس هي راح تدخل ضمن موضوع الانتشار في الطور السائل. بعض الأمور راح ناخذها هي المهمة في عملية انتشار السائل، وهي بأنه عملية انتشار السائل تكون عادة أبطأ من عملية انتشار الغازات، بسبب أن كثافة السائل تكون أكثر من كثافة الغازات، وأيضا بأنه الـ attractive force القوة الترابط اللي بين جزيئات السائل تكون أكبر مما هي عليه في جزيئات الغاز، وبالتالي عملية الانتشار السائل تكون أبطأ مما هي عليه في انتشار الغازات. رقم 2 الـ diffusivity اللي هو الثابت اللي موجود في قانون الفيكس لو، بأنه هذا الثابت سابقا كان في عملية انتشار الغازات يعتمد على الكونسنتريشن، يعتمد العفو على درجة الحرارة والضغط. هنا بأنه في الديفيوزيفيتي في السوائل تعتمد على التراكيز للمواد المنتشرة. مثل ما أخذنا سابقا بأنه في عملية انتشار الغازات راح نعتمد على قانون الفيكس ويل فيكس لو العفو. هذا القانون اللي أخذناه سابقا لحساب الفلكس، نلاحظ بأنه هو هذا أحد أنماط قانون الفيكس لو اللي هو بدلالة التركيز. هنا أخذنا بدلالة التركيز لأنه كما نعرف بأنه إحنا بدنا نشتغل هي عملية انتشار السوائل، وبالتالي راح نأخذ قانون الفيكس بدلالة التركيز. فهذا هو الجنرال اكويشن اللي توصلنا له بالفيكس لو، وبالتالي عن طريق هذا القانون راح نبدي نطبق الميكانيكيات اللي تعرفنا عليها بانتشار الغازات. اول ميكانيكية راح ناخذها هي الميكانيكية الاولى اللي عبارة عن الاكويمولار كاونتر ديفيوجن اللي هي اختصارها EMD، اللي عادة نعرفها بأنه قيمة الفلكس للمادة A تساوي قيمة الفلكس للمادة B، ولكن بعكس الإشارة نتيجة الانتشار يكون بعكس الاتجاه. من أطبق هذه الخاصية الـ NA يساوي ماينس MB، من أطبقها هنا ألاحظ بأنه مثل ما تعرفنا سابقا هيكون القانون بهذا الصيغة اللي هو الفلكس يساوي لنا ماينس دي ال اللي هو الديفيوزيفيتي. سابقا الديفيوزيفيتي بانتشار الغازات كنا نخليها دي اي بي، هنا راح نخليها دي ال على مود نميزها عن انتشار الغازات، كانه دي ال هو الليكويد ديفيوزيفيتي. يساوي لنا الدرايفنج فورس بالنسبه للكونسنتريشن اللي هو سي اي 2 ناقص سي اي 1 على الزت، او نعبر عن قانون نفس القانون السابق نعبر بدلالة منوة بدلالة المول فراكشن بالنسبة للسوائل. نلاحظ بأنه هو نفس القانون بس شلنا الكونسنتريشن للمادة أي عند النقطة 1 والنقطة 2، وعوضنا عنه بدلالة المول فراكشن اللي هي الاكس اي 1 والاكس اي 2، وراح يظهر عندنا الافريج كونسنتريشن، لان احنا نعرف بانه سي اي لاي ماده هو عباره عن المول فراكشن لتلك الماده في التوتال كونسنتريشن او الافريج كونسنتريشن.
هنا التعريفات موجودة في أسفل القانون اللي هي DL diffusivity of solute NB، لأن احنا نعرف بأن diffusivity هي تعبير لانتشار المادة A في LB المادة B. الX احنا كل ما نعرفها هي المول فراكشن الX اللي هي تقابلها في انتشار الغازات هي هناك الY. أما C average أو C total هو عبارة عن التركيز الكلي للخليط، وهنا تقدروا تعبروها بدلالة في حالة إذا كان عندنا الدنسيتي للمادة، الدنسيتي للمادة أنا أقصد بها المادة هنا السليوت المحلول اللي يتكون من عدة مواد. هنا نلاحظ بأنه التركيز المحلول عند النقطة واحد زائد التركيز المحلول عند النقطة اثنين على اثنين. التركيز عادة هو إذا ما موجود عندنا تركيز يعبر عنه بالدنسيتي على الوزن الجزيئي، وبالتالي بأنه نلاحظ القانون الموجود هنا هو عبارة عن الحساب السي أفريج لحساب السي أفريج للمحلول عند النقطة واحد والنقطة اثنين. هنا طلاب انتبهوا اللي موجود هنا الكثافة واحد واثنين رو 1 ورو 2 والوزن الجزيئي واحد والوزن الجزيئي اثنين اللي موجودة قدامكم ضمن هذا القانون مارسي أفريج هو ليس معناتها الواحد هو للمركب رقم واحد واثنين هي للمركب رقم اثنين، لا، الواحد واثنين الموجودة هنا تعبر عن المكان عن البوينت لنفس المحلول، يعني نفس المحلول عند النقطة واحد والمحلول عند النقطة اثنين. المحلول عند النقطة واحد أقصد بها المحلول عند المكان عند مكان مصدر الانتشار، أما اثنين هو المكان اللي راح أريد نشوف بعد الانتشار وين حيكون إيش قد المسافة به عن مصدر الانتشار. هو محلول واحد ولكن في مكانين مختلفين. هذا اللي راح يبين لنا اللي هو قانون الرئيسي لحساب الفلكس قديش وقت عندما تكون الخاصية هي عندما اللي هو equimolar counter diffusion. القوانين راح نستخدمها أما تستخدمون هذا القانون أو تستخدمون هذا القانون وحسب معطيات السؤال. القانون الأول بدلالة الكونسنتريشن، القانون الثاني بدلالة المول فراكشن. أما الحالة الثانية في حالة إذا كانت عندنا أو الميكانيكية الثانية في حال إذا كان عندنا اللي هو انتشار المادة A في المادة B، والمادة B هي stationary يعني تكون غير متحركة، فالفلكس مالتي حيكون قيمة الـ NB يساوي صفر. من أريد أعوضها بالقانون العام للفكس راح نلاحظ بأنه راح نحصل على القانون التالي اللي هو تقريبا مثل نفس القانون اللي حصلناه بانتشار الغازات ولكن بدلالة الكونسنتريشن والمول فراكشن للليكويد فيس. هو نفس القانون اللي أخذناه تقريبا بانتشار الغازات اللي هو نقول الفلكس يساوي ناقصا دي اي بي سابقا هنا دي ليكويد يعبر عن انتشار الليكويد، سي افريج على الاكس بي ال ام. السي افريج عرفنا شنو معناتها، الاكس بي ال اللي هو سابقا احنا كنا ناخذ نقول اللوج المين بارشل برجر هنا اللوج المين المول فراكشن مضروب في الدرايفنج فورس للمول فراكشن اللي هو اكس اي 2 ناقصا اكس اي 1 على الزد. اللوج المين مول فراكشن مثل ما تعرفنا سابقا على البرجر هنا راح ناخذ للمول فراكشن اللي هو موجود هنا قدامكم اللي هو اكس اي 2 ناقصا اكس اي 1 على لين اكس اي 2 على اكس اي 1. هذا هو القانونين اللي نقدر ان نستخدمهن في حساب الفلكس في حالة اذا كانت المادة B ما تنتشر بالمادة A. ونعرف احنا سابقا بأنه المول فراكشن للمادة A زائد المول فراكشن للمادة B يساوي قيمتها واحد سواء كانت بالمنطقة الأولى أو بالمنطقة الثانية، لأنه المول فراكشن لجميع مكونات المحلول
المكونات المحلول سواء كانت مادتين أو ثلاثة أو أربعة أو إلى ما لا نهاية، فجميع المول فراكشن في حالة جمعها دائما تطلع قيمتها واحد. في حالة الديليوس سوليوشن، في حالة الديليوس سوليوشن اللي هي المحاليل المخففة، قيمة اللوج المين مول فراكشن، قيمة اللوج المين المول فراكشن قيمتها واحد. فهذا اللي موجود قيمته واحد في حالة الديليوس سوليوشن أطبقه وين؟ هنا هذا اللي هنا، هذا الحد اللي موجود قيمة اللوج المين مول فراكشن بالمقام، هذا الموجود بالمقام مول فراكشن راح أقدر أعتبره قيمته واحد. يبقى لي فقط الأفريج كونسنتريشن، الأفريج كونسنتريشن أقدر أدخله، هذا الموجود هنا أقدر أدخله على القوس، وبالتالي راح يتحول المول فراكشن بدلالة شنو؟ بدلالة التركيز. فنلاحظ هنا القانون الموجود هذا هو نفس القانون، هذا القانون اللي بالأحمر هو نفس القانون هذا، ولكن شنو عندنا اتغير؟ اتغير بأنه اعتبرنا اللوج المين مول فراكشن للديليوس سوليوشن قيمته واحد، لللوج المين مول فراكشن قيمته واحد بالديليوس سوليوشن، وده أدخلنا الأفريج كونسنتريشن على المول فراكشن الموجود بالقوس، راح يتحول المول فراكشن إلى كونسنتريشن. فهذا هو القانون الموجود آخر شيء بالأحمر، هو القانون يستخدم في حالة الديليوس سوليوشن أونلي فقط. أوكي طلاب، هاي القوانين الموجودة قدامكم هي حساب الفلكس في حالة الليكويد ديفيوجن. احنا ناخذ فقط، اخذنا الميكانيكيات الاولى والثانية لحساب الفلكس الليكويد ديفيوجن. الموضوع اللي وراه هو حساب الديفيوزيفيتي الليكويد فيس، حساب الديفيوزيفيتي الليكويد فيس. مثل ما اتطرقنا سابقا بالغاز فيس بانه اذا ما طانا قيمة الديفيوزيفيتي بالسؤال او طانا قيمة مختلفة عن الكونديشن مال السؤال، فالمفروض ان نحسب قيمة الديفيوزيفيتي. نفس الحالة هنا طلاب، فحالة اذا ما مطينا بالسؤال نقدر نستخدم هذا القانون الموجود قدامنا، هو لحساب الديفيوزيفيتي الليكويد فيس، حساب الديفيوزيفيتي الليكويد فيس. ايضا يعتمد عن على قيمة الوزن الجزيئي للمادة اللي تنتشر، قيمة درجة الحرارة، قيمة اللزوجة، المولر افريج، مولر فوليوم. كل هذا هو يمكن اذا معطى لنا بالقانون يمكن ان يحسب من هذا القانون اعلى. هذا القانون الموجود قدامكم هو فقط للاطلاع، وتقدرون تستخدمون اي قانون ثاني في حال تواجده او حصلتوه لحساب الديفيوزيفيتي الليكويد فيس. هذا فقط طلاب اطلاع، هل تعرفون شنو المتغيرات والثوابت الموجود بالقانون لحساب الديفيوزيفيتي الليكويد فيس. اوكي، الموضوع الوراء اللي هو الفقرة اللي هو ديفيوجن للمادة A through multi component stagnant layer mixture. سابقا هنا بهذا الجزء من المحاضرة حسبنا او عرفنا شلون نعرف من قانون معين حساب قيمة الفلكس في حالة النظام عندي باينري، يعني اقصد النظام عندي متكون من مادة A ومتكون من مادة B، يعني فقط مادتين. بس في حالة اذا طانة النظام مالتي متكون من اكثر من مادتين، شلون نقدر نحسب قيمة الفلكس لهذا المحلول، لقيمة انتشار المادة واحدة في عدة مواد موجودة ضمن محلول واحد. قيمة الفلكس الموجود هنا طلاب، هذا هو مثلا، هذا هو القانون، هذا في حالة المالتي كومبينس سيستم، مالتي كومبينس سيستم. نلاحظ بانه مين متكون من الـ NH يساوي لنا دي داش، هنا اقصد الدي داش طلاب مثل ما اخذناه سابقا من قانون الماكسويل اللي هو هذا دي داش اللي هو قيمة ثوابت اللي هو مقلوب، المقلوب اللي هو المول فراكشن للمادة الغير المنتشرة على الديفيوزيفيتي لتلك المادة، اللي هي انتشار المادة A بالمادة B. ونفس الحالة زائدا
المول فراكشن للمادة الثالثة اللي هي C على الديفيوزيفيتي للمادة A اللي هي تنتشر بالمادة لتلك المادة اللي هي المادة الثالثة اللي هي C، زائدا اللي هي المادة الرابعة اللي هي المول فراكشن للمادة B على الديفيوزيفيتي للمادة A في المادة الرابعة اللي هي المادة D. هذا D داش اللي هو ثوابت مثل ما أخذنا سابقا بالغاز فيس. هذا D داش مثل ما تشوفون مضروب بيج باللي هو ماينس سي توتال على اللي هو من شنو عندنا سي ار ام، سي ار ام اللي او سي بي ام هو نفسه في حاله اللي هو اللوج المين بارشل بريشر، هنا راح يقولون اللوج المين مول فراكشن اللي يعتبروا المول فراكشن لكل المواد ما عدا المادة أي، المول فراكشن لكل المواد ما عدا المادة أي مضروب بيش في الدرايفنج فورس الكونسنتريشن اللي هي سي أي 2 ناقصا سي أي 1 على المسافة، على المسافة. فهذا هو القانون اللي موجود قدامكم طلاب، نقدر نستخدمه لحساب الفلكس أو نستخدم هذا القانون الثاني هو نفس القانون الأول، فقط الاختلافات طلاب. يعني انتو تقدرون تدخلون التوتال كونسنتريشن على القوس يتحول الى مول فراكشن، او تضربون او تسحبون المول فراكشن او تضربوا في التوتال كونسنتريشن، هذا كله هو يدخل ضمن موضوع او قانون واحد او شكل قانون واحد، تقدرون اي قانون تستخدموه حسب المعطيات لكم بالسؤال. فنلاحظ بانه هنا القانون الموجود في الأسفل هو قانون واحد طلاب، فقط دا يلعب بعملية إدخال وإخراج التركيز في داخل الدرايفنج فورس اللي موجود ضمن هذا القوس، فيقدر أما يحصل مرة القانون بدلالة المول فراكشن أو القانون مرة يحصله بدلالة الكونسنتريشن. فهذا هو قانون واحد لحساب الفلاكس في حالة المالتي كومبوننت سيستم، في حالة المالتي Component System. طلاب هنا راح ناخذ اكزامبل تطبيقي عن حالة Diffusion in Liquid Phase. عندنا Calculate the rate of diffusion للمادة CH3COOH اللي هي حامض الخليك ك Liquid Phase across a film of non-diffusing water B اللي يقصد بها بأنه حامض الخليك راح ينتشر بالماء اللي يعتبر هي المادة الثانية. السليوشن راح يتكون عندنا سليوشن من CH3COOH and water، هذا راح ينتقل عن طريق السمك للفيلم اللي هو 1 مليمتر اللي هنا قيمة الزيت at 17 سنتيغريد اللي هي درجة الحرارة، عندما تكون التراكيز اللي على أوجه هذا الفيلم هو 9.3 weight percent. انتبهوا على الويت بيرسنت، هنا مطينا النسبة المئوية بدلالة الماس وليس بدلالة المول المولات، مطينا الديفيوزيفيتي دي اي بي، هنا عادة تريدون تسموها DAP أو تريدون تسموها DL ماكو مشكلة هنا طلاب، لأنه هو نفس الشيء طلاب، احنا نعرف بأنه صار هو عندنا liquid phase وليس gas phase، سواء كان سميتوها DAP أو سميتوها DL. هنا مطينا الديفيوزيفيتي 0.95 × 10⁻⁹ متر تربيع على سكند. given that مطينا الوزن الجزيئي للمادة A اللي هي CH3COOH، ومطينا الوزن الجزيئي للووتر هنا 18، مطيني أيضا الدنسيتي الأول اللي هو 1012 كيلوغرام على متر تكعيب at شو وقت عندما الجهة اللي هي الكونسنتريشن مالتها 9%، ومطينا الدنسيتي للمحلول عند المكان الثاني عند البوزيشن 2 اللي هي 1003 كيلوغرام على متر تكعيب عندما الكونسنتريشن هي 3%. فطلاب اكو شغله لازم تعرفوها، الدنسيتي الموجود هنا هذا الدنسيتي هذا
أول واحد. هذا الدنسيتي، وأنا أيضا دا أتكلم عن الدنسيتي الثاني، نفس الدنسيتي الأول اللي هسه راح أشر عليه بالأخضر. هذا من أقصى بي دنسيتي، هذا مو مال المادة الأولى والداخل جوا مال المادة الثانية، لا، هذا الدنسيتي مال المحلول عند البوزيشن 1، عند المكان رقم 1. أما الثاني اللي هو بالبنفسجي هنا دا أشر عليه، هذا الدنسيتي أيضا مال المحلول نفس المحلول عندما يكون البوزيشن 2. يعني هنا دا أقصد به المحلول، أقصد به CH3COOS زائدا الماء، يعني مو واحد مع الماء وواحد مع الحامض الخليك، لا، أول density هو مع المحلول اللي يتكون من CH3COOS زائدا الماء بالposition رقم 1. ثاني density هو الكثافة مع المحلول اللي هو CH3COOS زائد الماء بالبوزيشن رقم 2. هاي خلوها رقم. الحل مالتنا هتكون بما انه هو ليكويد فيس، فانزل القانون مال ليكويد فيس اللي هو هذا، هو موجود لكم قدامكم. لحساب الريت اوف ديفيوجن اللي يقصد به الفلاكس اللي يقصد به الان اي، هذا هو القانون مالتنا. ده تلاحظون بانه يحتاج الديفيوزيفيتي الدي ال اللي هو نفس الدي اي بي المعطينا اياه بالسؤال. نحتاج قيمة السي افريج، نحتاج قيمة السي افريج. هذا السي افريج مثل ما نعرف احنا شلون يحسب، يحسب من هذا القانون، يحسب من هذا القانون. هذا القانون مثل ما قلت لكم من المتكون، متكون من الدنسيتي للمحلول at position 1 and position 2 اللي هو مطينا اياها بالسؤال. بس ما مطينا اياها بالسؤال اللي هو الوزن الجزيئي للمحلول at position 1 and position 2. فالمفروض احنا نوجد هذني الوزن الجزيئي للمحلول عند الموقع رقم 1 والموقع رقم 2، لانه المطينا اياه بالسؤال ما مطيني الوزن الجزيئي مع المحلول، مطيني الوزن الجزيئي مع كل مركب لوحده. وبالتالي لإيجاد الوزن الجزيئي للمحلول at position 1 and position 2 راح نوجد هذا القانون اللي هسه دا أشر عليه، اللي هو شي يقول المقلوب الوزن الجزيئي للمحلول at position 1 شي يساوينا؟ يساوينا المول فراكشن مع المادة الأولى عند الموقع الأول. إيش قد كان المول فراكشن مع المادة الأولى عند الموقع الأول؟ اللي هو 9% دا أشر عليه فوق. 9% عندنا at position 1 مال CH3COOH على الوزن الجزيئي مال 60، زائدا المتبقي من 9% هو مي، 9% المتبقي مال تشقد 91%، فال 91% اقسمه على الوزن الجزيئي مال المي فيطلع لي الوزن الجزيئي مال المحلول at position 1. اجي عاديا أوجد الوزن الجزيئي مال المحلول at position 2 اللي هو شقد تكون عادة المحلول، شقد مطيني تركيزه، نعم مطيني بالسؤال تركيزه at position 2 دا أشر عليه فوق هو 3%، هذا مال CH3COOH. فإذا البوزيشن مال CH3 البوزيشن العفو at position 2 CH3 شقد نسبته 3%، أقسم على الوزن الجزيئي مالته اللي هو 60، زائدا المتبقي من 3% مع CH3COOH هو محلول من مي و CH3، المتبقي مالته 3% اللي هو 97%، من هو؟ هو المي. أقسم على الوزن الجزيئي يطلع لي الوزن الجزيئي مال المحلول at position 2. ما حد قال لي هو احنا ليش قسمنا على الوزن الجزيئي؟ ليش قسمت على الوزن الجزيئي؟ دا لاحظ هنا بأنه كل نسبة دا قسمها على الوزن الجزيئي لتلك المادة، أقسمها على الوزن الجزيئي لتلك المادة لأنه هو بالسؤال إيش مطيني؟ بالسؤال هذني النسب، هذني النسب اللي مطيني إياها، شوفوا دا أشر على السؤال weight percent، أنا من أشتغل لازم أشتغل المول percent، فمعناتها أني لازم أحول هاي النسب اللي هي بدلالة الوزنية إلى نسب بدلالة المولية.
فمن حصلت الوزن الجزيئي للمحلول at position 1 and at position 2 راح أقدر أطبق شنو؟ أقدر أطبق بأنه أقدر أشتغل الـ C-Average القانون هذا أطبق بما يساويه بالأرقام راح أوجد C-Average فإذا أول مطلوب وجدت C-Average من القانون. أوكي؟ نيجي بعد إيش نحتاج؟ بعد نحتاج قيمة الدرايفنج فورس مال مول فراكشن اللي موجود عندنا بالقانون هذا اللي هو XA 2 ناقص XA 1. XA 2 و XA 1 احنا هو مطينا اياها بس مطينا اياها على شكل شنو؟ قلنا ويت فراكشن، مطينا اياها على شكل ويت فراكشن، فالمفروض اني اوجده بدلالة المول فراكشن. فاجي ال XA 1 اللي هي شخص بال XA 1 XA1 معناتها المول فراكشن مال مادة A بالموقع الأول. إيش قد المول فراكشن مال مادة A بالموقع الأول؟ مطينيها اللي هي 9%، مطينيها إيش قد قيمتها؟ 9%، بس weight percent، فمعناتها هاي 9% أقسمها على الوزن الجزيئي فصارت بدلالة منو؟ بدلالة المول فراكشن، بدلالة المولات. أقسمها على الكلي اللي هي 9% على الوزن الجزيئي مال CH3COOH زائدا المتبقي اللي هي 91% على الوزن الجزيئي مال المي. فش راح اطلع هنا؟ راح اطلع المول فراكشن للمادة A at position 1. هذا المول فراكشن للمادة A at position 1. نجي نفس الحالة اطبقها لإيجاد الـ XA2. الـ XA2 المول فراكشن فراكشن للمادة A at position 2 مطينيها 3%، ف 3% أقسمها على الوزن الجزيئي مال حامض الخليك اللي هو 3% و 9% ترى مال حامض الخليك at position 1 position 2، ف 3% أقسمها على الوزن الجزيئي مال حامض الخليك يطلع لي عدد المولات، أقسمها على عدد المولات الكلي مال الخليط اللي هي مال CH3 زائدا الووتر اللي موجود بالأسفل موجود هذا هنا، فراح أوجد قيمة اللي هي نسبة حامض الخليك بالمحلول at position 2. فطلعت هسه منو؟ طلعت قيمة ال XA1 وال XA2، طلعت قيمة ال XA1 وال XA2 هذا. الزت المطينية هذا الزت بالأسفل هو مطينية قيمته اللي هو قايل اللي بالسؤال قيمته 1 مليمتر، طبعا وحولها حسب الوحدات اللي أنا أريدها، فأنا عندي الزت. الشيء الوحيد المتبقي عندي بالسؤال لازم أحسبه هو قيمة منه الـ XA الـ X log المين اللي هو أقصد بـ log المين المول فراكشن. log المين المول فراكشن، log المين المول فراكشن كما تعلمنا مثل log المين partial pressure اللي هو عندي XA2 ناقصا XA1 على لين العفو log المين مول فراكشن اللي هو XB2 ناقصا XB1 على لين XB2 على XB1، مثل log المين partial pressure اللي هو ال PB2 ناقصا PB1 على لين PB2 على PB1. إذا ال X log مين للمول فراكشن يعتمد على المادة B، يعتمد على المادة B اللي هي XB2 ناقصا XB1 على لين XB2 على لين XB2 على XB1. هذا هو القانون لحساب اللوغ المين مول فراكشن للمادة B. إذا أحتاج أنا المول فراكشن للمادة B، المول فراكشن للمادة B أقدر أحسبها بما أنه أنا عندي اللوغ المين العفو بما انه عندي المول فراكشن للمادة A انا طلعتها سابقا هذا، فاقدر احسب المول فراكشن للمادة B، لان تعرفون انتو مجموع المول فراكشن لمكونات الخليط يساوينا قيمة واحد، فمعناتها اني من اريد اوجد قيمة المول فراكشن لأي مادة هي عبارة للفي محلول هي عبارة عن واحد ناقصا مجموع المول فراكشن للمحاليل البقية المتكون من عندها المحلول. فبما انه عندي مادتين
فأنا أوجد المول فراكشن المادة B يساوينا إذن 1 ناقصا المول فراكشن المادة A. فالمول فراكشن المادة A أنا مطلعها سابقا هذا at position 1، فأطلع من عندها قيمة الـ XB 1. نفس الحالة بالنسبة للمول فراكشن المادة B at position 2، أنا مطلع المول فراكشن المادة A at position 2، فأنقصها من 1 للمادة A، فراح يطلع من عندها المول فراكشن للمادة B. فإذا حصلنا على المول فراكشن للمادة B at position 1 و position 2. إذن القيمتين راح أطبقهم بقانون log mean مول فراكشن، هذا القانون من طبقتها بالقانون بالأرقام راح يطلع قيمته 0.98. 0.98 كل شيء توفر عندي آني بالسؤال ذاك الوقت. أطبق الأرقام، من راح أبدي أطبق الأرقام بالقانون اللي هو هذا، راح أوجد قيمة الفلكس اللي هو 0.977 في 10 أس ناقص 6 كيلو مول على متر تربيع في سكند. هاي معناتها قيمة الفلكس لانتشار المادة A في المادة B اللي هو مطلوب من عندكم بالسؤال. في نهاية هاي الجزء من المحاضرة يكون قد استوفينا الجزء الأخير من حساب قيمة الفلكس للليكويد فيز اللي هو تقريبا مشابه لما هو عليه في ديفيوجن ان غاز فيز، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التغييرات البسيطة عند حساب المول فراكشن وحساب الكونسنتريشن في حالة الليكويد، وأيضا تغيير بعض الرموز حتى نميزها عن الديفيوجن ان غاز فيز. أستودعكم الله، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في محاضرة أخرى.